بالنسبة للمفاوضات الثانية هي ضرورة لابد من الجلوس مع العدو الروسي اللي هو هلا مسيطر تماما على الوضع في سوريا، بس ضروري كثير تكون هاي المفاوضات خاصة فقط بوقف اطلاق النار وما يحكوا فيها المتفاوضين اي شيء له علاقة بالسياسي او بالمفاوضات السياسية، وينترك هذا الموضوع لمؤتمر جنيف. حقيقة لا نجاح لمؤتمر كما تعودنا، ولكن نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يكون الحل في هذا المؤتمر. برأيك رح ينجح هذا المؤتمر؟ حقيقة أسلفت لك من قبل، قلت لك لا نجاح لمؤتمر. ما عندي أمل، لأن لو في أمل لحل أو هني بدهم حل يعني بوقفوا أول شيء، يعني بيلتزموا بالهدنة يلي ما التزموا فيها من أول نهار، صار يضربوا فيها ريف حماة والغوطة ووادي بردة، ما التزموا هني في الهدنة لحتى انه يكون في حل سياسي او يلتزموا. ما عندي امل خالص في هذه المفاوضات الثانيه.